السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بفيديو سامبل بو، ما في حتى حاجه كما يقولوا، ما فيش كاع حاجه كومبليكي، حاجه سهله ومهله وحاجه تسحقها كل امراه تروح لوبيتال. حاجه نيسيسر لازم تديهم معها، اللي هما حاجه نيسيسر على الاقل، على الاقل اربع حوايج خمس حوايج، اللي هما عندك لو تيرمومتر لازم تدي معاك، التيرمومتر تاعك سبيسيال لبنتك ولا لوليدك ان شاء الله يا ربي. كيما قلت لكم خياتي، التيرمومتر سبيسيال لكل واحد، تما ممشي كي تلحقوا لوبيتال ما كاش زعما هذيك تاع تسلفي من عند وحده ولا، باسكو ديجا لي ميدسال تما ما يحبوش. الفو كو تدو تاعكم وسبيسيال، ونصحكم بهذا الترمومتر هايل بزاف بزاف، ومن تاع سيليكون، سيليكون ما يتعوج ما والو، هايل مام البيبي ما يوجعوش. وعندكم هاد لاتيزان هايله تاني بزاف بزاف بزاف، نصحكم خياتي، باسكو البيبي كيزيد في بروميير ايطو يكون عنده لي غاز، يكون عنده بزاف لي غاز. ايامت لكم غير هادي هايله، تعمري البيبرو تاعك وديري لداخل، ديري هاد الساشي تاع لاتيزان ديريها لداخل، وشنو ديريها له بارك خفيفه، هذا ما كان، باسكو البيبي كي كون بروميير ايطو ميم الميدسا يقول لك لازم ديريها له غير خفيفه برك، هذا ما كان. هايله بزاف بزاف خياتي، دوها معاكم باش هكذا ما تكسروا راسكم والو، سواء وحده دير سيزاريان ولا وحده تاكوش لاكوشمون نورمال، دونك تقعدي في لوبيتال ولا اونكا اديها معاكم ما كيخسرها والو، ورخيصه ماشي حاجه، نورمالمون دير 14000 هذا ما كان. وعندك هذا البومادا تاع حشاكم تاع التهريه تاني هايله بزاف 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 ما شاء الله، وشنو غاليه برك شويه في السومه، هذا ما كان مي افيكاس، دير نورمالمون 135000 و600 مي هايله والله هايله. واش نقول لكم، انا استعملتها يعني لوليدي وفادتني، نتمنى ان شاء الله يا ربي تسيوها وتعجبكم وتقولوا لي. المهم اللي عندها بنتها تتهرى لها بزاف ولا، هذه راهي افيكاس افيكاس عن تجربه، ميم سيكو غاليه شويه كيما يقولوا، حاجه ما تغلى على اولادنا، هذا ما كان، ربي يحفظهم لنا، ما فيها والو 135000 ولا لا لا. المهم خياتي راني نقصر برك معاكم ونضحك معاكم، ان شاء الله يا ربي يكون خفيفه عليكم يا ربي العالمين. وعندك هاد لاموش اللي لازم تاني اوسي تديها معاك، باسكو علاه البيبي في لي بروميير ايطو مع اي جاي اي وجاي وبليتو البرد، عندك شويه كيما يقولوا حاشاك يتغلقني فو ولا، عندك هاد غير هاد لاموش اللي تسلكك على حاشاك تنحي بيلو تنحيلو بها هذيك حاشاك الخنونه، ميم سيكو تكون يابسه على تحكميها تجبديها كيما وريت لك في الصوره وتدخليها له وتعاودي تطلقيها باش يجبد حاشاك هذاك الوسخ. وعندك هذا البوشون دوزيام تاع واش ديري له سيروم صالي لداخل اونكا ديري له فينيفو ولا. المهم خياتي تفاصون راح نبارطاجي معكم ان شاء الله لا فيديو تاع كيفاش ميم تنقي النيف تاع البيبي تاعك كي يكون صغير، سهله وبسيطه ان شاء الله يا ربي. في الفيديوهات الجايين ان شاء الله يا ربي نديرها لكم وتشوفوها. وعندك هذه الحلامه باردون، هاد الحلامه اون سيليكون تاني بزاف بزاف هايله، كي تكون الحلامه تاعك ماشي خارجه كيما يقولوا، عندك تستعملي هذه ميم كو البيبي تاعك ما تقعديش هذوك دو جور ولا اون جورني اللي تقعدي في لوبيتال بلا ما ترضعي وليدك، ديري هذه وتسهل لك، ما نكذبش عليك انا ما نكذبش عليك انا هذه اللي سهلت لي مع وليدي، باه حبط لي ميم كو حبط لي الحليب، ميم سي كو توجع شويه هذوك لي بروميير ايطو اكسيتيرا، من بعد خلاص توال فيها تولي لك هايله هايله هايله. ننصح بكل ام اللي ما عندهاش الحاله ما تاعها خارجه دير هذه، والله غير هايله 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 عن التجربه، ما نكذبش عليكم. وبالمناسبه خياتي اليوم اختي راهي في لوبيتا راح تزيد ان شاء الله تجيب لي احلى بنوته يا ربي، حنولي خاله، ادعوا لها ان شاء الله يا ربي، ربي يسلكها على خير وربي يرزق كل مشتاق يا رحمن يا رحيم، هذا واش نتمنى ان شاء الله يا ربي. انا نتمنى لكل واحد ان شاء الله يا ربي، ربي يرزق كل مؤمن كل مؤمن يا ربي يا رحمن يا رحيم، جميع واحد اللي راه كما يقولوا ما عندوش دراري ربي ان شاء الله يرزقه في اقرب وقت يا رب العالمين.
باردون يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. عندك هادو لي تيوب لي دو، هذا ستاك كريم ايدغاتونت، والاخر الاول اللي وريته لكم شامبو تاني هايل بزاف. هذا تستعمليه للبيبي اللي يكون عنده الحساسيه زعما من الشامبو ولا من صابون ولا اكسيترا، عندك تستعملي له هذا هايل بزاف. هذا ستان كريم ايدغاتونت والاخر شامبو هايل بزاف. نتمنى ان شاء الله يا ربي تسيوه ويعجبكم، وكما يقولوا ردوا لي بالخبر. ميم هذا الكريم ايدغاتونت حاشاك كي يخرج لكم البيبي كيزيد في لي بروميير ايتو يخرج له هذاك الحب الرقيق اللي يتقيح، عندك هذا ديريه افيكاس روعه من اروع ما يكون. عن تجربه راني نقول لكم انا وليدي هذا غير هذا اللي سلكو ديتو لي دو بيدياتر عطى لي الميديكامون، ما كاين ولا حتى التروازيام باش عطى لي هذا الايدغاتونت والشامبو هايل. وعندك هذه بومبو هايله بزاف تاني لي كيما يقولوا تحب دير لوليدها تاني مليحه بزاف. انا ما نكذبش عليكم في هذوك لي بروميير ايطون كي كنت في لوبيتال درت له، باسكو علاه راكم تعرفوا ما يغسلوش بيا يقعد البيبي بهذاك الدم واكسيترا حاشاكم. ايا درت له هذه، مي كي جيت للدار بيان سور كي ولا يدوش اكسيترا مع الشامبو هذا والايدغاتونت هذا يريح بزاف هايل. وانايا ما نكذبش عليكم نموت على الريحه تاع القراصيه هذيك تاع البيبي كي يكون هكذاك صغير. حاشاكم كل وحده وكيفاش، انا هكذا من طبيعتي نحب كي نوض لي هكاك وليدي الصباح هكاك كي نبوسو كاع نلقى فيها ديك الريحه، ما تقدرش تصوروا كيفاش هذيك الريحه شحال هايله. المهم الامهات اللي عندهم دراري على بالي بلي يعرفوا هذيك الريحه هايله واش نقول لكم. بيان سور من بعد كي تغسلي له وتفحفحيه وكاع يديك ثاني يولي ناشط وفيه ريحه هايله ثاني بزاف. المهم خياتي ان شاء الله يا ربي تعجبتكم لا فيديو تاع اليوم يا رحمن يا رحيم. نبقى